يجب أن تشعر أنه أنت غالي على الله، يجب أن تشعر أنه أنت غالي على الله. يعني لما سيدنا رسول الله أعطوه دواء ذات الجنب قال ما كان الله ليصيبني به. والمؤمن قياساً على الحديث في عنده أشياء مستحيل تصيبه من الطمأنينة. نحن تجينا هيك مشاكل بسيطة لا تزيد عن شدة أذر، أما دمار ما في دمار، قد تعيش عام بأكمله ما في ولا مشكلة، هي سلامة. الأمن عدم توقع المصيبة، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأكبر مصيبة توقع المصيبة هي أكبر منها. بتلاقي هذا يشكو، بيكون غني كبير يشكو المرض، خايف المرض. حالة الأمن التي ينالها المؤمن من الله، الحالة هي أسعد ما في حياة المؤمنين، يعني غالي على الله وما في قدامه إلا كل خير. ولازم تعرف أيها المؤمن أنه أنت غالي على الله. تجي أشياء بسيطة لكن في مصائب مدمرة، هذه والحمد لله المؤمن بعيد عنها. والدليل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالمناسبة إخواننا، الله بيحبك تكون واثق منه. الله الذي لا إله إلا هو، يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي الله في قلبك أمناً لا يزعزعه تهديدات أهل الأرض. مؤمن أنت بالتعبير الدارج، غالي على الله. المؤمن متفائل، بتقول لي ظروف صعبة، تهديدات، ارتفاع أسعار، نقص مواد، شح بالمياه، حصار، تهديد، حروب، حروب أهلية. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنت كمؤمن عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جدا أنت معافى منها، معافى منها. أنا أقول لكم أيها الإخوة، إذا كنت معه فهو معك، لا تخف، لا تخف، لك مستقبل كبير. إذا كنت مطيعاً له فلا تخف، إن كنت معتمداً عليه فلا تخف، إن كنت محباً له فلا تخف، إن كنت مطبقاً لمنهجه فلا تخف. علق أملك بالله، اتق الله، اعقد الأمل على الله، توكل على الله. عليك أن تستقيم على أمره وانتهت مهمتك، وعلى الله الباقي. دبر ألا تدبر. يا رب طالبتني بالطاعة أنا أطيعك، طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني، طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله، طالبتني أن أكون أميناً أنا أمين إن شاء الله. هذا الذي علي والباقي عليك.